Hello everyone, I hope you're doing fine. على بالي بلي طولت بزاف عليكم. دونك رانا بدينا في لا فيديو تاع اليوم، راح نشوفوا السقوط الشاقولي اللي كمان بعثتوا لي عليه في انستغرام. قلت لي استاذه سقوط شاقولي سقوط شاقولي، دونك راح نسيو نديرو درس مفصل على السقوط الشاقولي، موراه جو بونس راح تقدروا تحلوا كامل التمارين وحدكم. دونك قبل ما نبداو في الدرس، حبيت برك نقول بلي المرض راهو منتشر بزاف هاد الايامات، الاصابات راهي بعدد كبيره. دونك مدوكم دي جوغ تاع غوب و ايسي و تراترابيو فيهم البريمي تريماست اللي راهو روطار، اللي مازال كامل ما بدا، اللي كان مبحر في كاش ماتيغ. هذا هو الوقت، هذا هو البون مومون باش تراترابي كاع واش فاتك. دونك ايسي ما تخرجوش بزاف، لبسوا كمامات ديالكم، بروتيجيو رواحتيكم بالدرجه الاولى، بروتيجيو فو فامي فو بروش. ما تخممش غير في روحك، ما تقولش انايا ما من مرض ما يصرالي والو. خمم لو كان تعدي تي بارون، لو كان تعدي واحد كبير عنده مناعه ضعيفه، راح تكون انت السبه اذا كاش ما صرالو. دونك خلي لا كونسيونس ديالك، خمم بلا كونسيونس ديالك، خمم باللي اليوم سي فغي راك في حاله مليحه، راك تقدر تقاوم المرض من هنا وجاي غدوه، ولا راح تكون نتايا في بلاصه هذاك اللي مريض اللي ما يقدرش المناعه ديالو بزاف فابل. دونك ما تنساش باللي كل ساقي سيسقى بما ساقى، اذا نتايا اديت واحد اليوم غدوه ان شاء الله راح تصرالك لا ميم شوز. دونك فوالا، حافظوا على رواحتكم، ما تخرجوش بزاف، استغلوا هاد العشر ايام باش تراترابيو كاع واش راطيتو في بخومي تخيماس. دونك باش ما نطولوش نبداو الدرس ديالنا تاع اليوم، هو السقوط الشاقولي. دونك واش عندنا سقوط شاقولي للاجسام الصلبه في الهواء، نكتبوا العنوان. دونك العنوان تاع الدرس ديالنا هو سقوط شاقولي للاجسام الصلبه في الهواء. العفسه الاولى لازم تعرف سي كوا سقوط شاقولي. واش معناتها سقوط شاقولي؟ سي كو عفسه راهي تهبط لك شاقوليا. يعني كي نقولوا شاقولي واش معناتها؟ سي كو هذا يعني الخط المستقيم ولا المسار ديالك راح يكون عمودي على سطح الارض. معناتها هنايا الارض عندك زاوية قائمة، أي عفسة تسقط شاقوليا راح تهبط هكذا. دونك العفسة الأولى هذا سقوط، واش معناتها سقوط شاقولي؟ عندنا أجسام صلبة، وعلاش نقولوا أجسام صلبة؟ سيكو الجسم ديالك راح يكون عنده أبعاد. شتو في الدرس تاع الأقمار الاصطناعية، كي كنا نعتبروا باللي القمر الصناعي نصف القطر ديالو كنا نعتبروه مهمل، وعلاش؟ باسكو نعتبروا باللي هذا الجسم هو عبارة عن جسم نقاطي، الأبعاد ديالو مهملة. هنايا في السقوط الشاقولي الأجسام ديالنا راح يكون عندها حجم، معناتها الأبعاد ديالها ماشي مهملة، ما نعتبروهاش كجسم نقاطي. العفسة التروازيام في الهواء، مقبل البروغرام تاع الباك كان فيه سقوط تاع الاجسام يكون في مائع، سواء يكون لك في سواء يقدر يكون في الهواء، يقدر يكون زعما في الزيت في الماء. ليسونسيال نتوما واش عندكم في البروغرام تاع هذا العام؟ عندكم سقوط شاقولي للاجسام في الهواء برك. معناتها اذا كنت تحل في لي باك، ولا زعما حليت سوجي تاع باك، ولا تمارين مقترحه سلاسل قديمه وتلقى فيها بلي هذا الجسم راهو يسقط في الزيت يسقط في الماء، ما كان لها تحل هذا التمرين باسكو ما راهوش مبروغرامي عليك، واش راح تقراو في الهواء فقط. دونك الدرس ديالنا راح يتقسم لزوج اقسام. القسم الاول هو السقوط الحر. السقوط الحر، وعندنا نوع اخر من السقوط اللي هو السقوط الحقيقي. واش معناتها سقوط حر؟ الجسم ديالك يسقط راح نعتبره شروط مثالية، معناتها في حالة بيرفكت. كيفاش؟ الجسم ديالك كي يسقط شاقوليا نحو الأسفل راح يكون خاضع للثقل ديالو فقط. معناتها هنايا عندك القوة اللي تأثرلك على الجسم هي قوة الثقل ديالو، هذا ما كان أي قوة واحدة أخرى راح نهملوها. معناتها لو كان زعما يطيح لك في السوجي ديالك ولا كوم كيستيون يقول لك عرف سقوط الحر، تقول له بلي هو السقوط اللي نعتبروه حر ولا في الفراغ. من داك تجيك سقوط حر ولا من داك سقوط في الفراغ، معناتها هنايا نقولوا بلي قوة القوى الأخرى كامل مهملة، شكون القوة الوحيدة اللي تأثر؟ هي قوة الثقل. عندنا باغ كونطخ السقوط الحقيقي، هي السقوط ديالك اون رياليتي كيفاش يصرى، وشنو هالقوى اللي تأثر لك على السقوط ديالك. وهنا راح يكونوا عندك ثلاث قوى، راح تكون عندك قوة الثقل، راح تكون عندك دافعة أرخميدس، وراح تكون عندك قوى الاحتكاك مع الهواء. فيكو عندنا في الهواء، دونك قوى الاحتكاك مع الهواء. دونك راح نبداو بالسقوط الحقيقي، نشوفو كيفاش نديرو الدراسة تاع السقوط الحقيقي، راح نشوفو كيفاش نمثلو القوى في السقوط الحقيقي، راح نشوفو كامل المعادلة التفاضلية، كيفاش نخرجو في ليميت من كل وحدة، وكيفاش نخرجو التسارع من كل وحدة فيهم. دونك نبداو ديريكتومون.
سو راح نبداو بلا بارتي الاولى تاع لا فيديو اللي راح تكون على السقوط الحقيقي. راح نشوفو كلش كونسيرنو السقوط الحقيقي في لا فيديو تاع اليوم. راح نسيي نخدم الداتا شو باش نختصروا الوقت. واليوم قسمو لا فيديو سقوط حقيقي وحده وسقوط حر وحده. الداتا شو راح يعاوننا باش نقصو او ميم طون. هاد لو بي دي اف راح نخليه لكم في الديسكريبسيون. كنت حطيتو ديجا في لا باج انستغرام ديالي دونك تقدروا تيليشارجيوه باش تقدروا تتبعوا. في لافان راح تلقاو ان سيري ديكزيرسيس على السقوط الحر والحقيقي. هاد لا سيري سي دي باك، سي دي زيكزيرسيس من لي باك اللي جازو. دونك فوالا نبداو. عندنا السقوط الشاقولي لجسم صلب في الهواء. قلنا السقوط الحقيقي العفسه الاولى لازم تعرف بلي السقوط ديالك قلنا يكون شاقوليا نحو الاسفل في متزاويه قائمه مع الارض. العفسه الدوزيام لازم تعرف بلي كي يكون لك سقوط شاقولي من الشروط ديالو لازم يكون بدون سرعه ابتدائيه. معناتها هاد ستيلو حبيت نتيره للتحت، السرعه الابتدائيه ديالو عند اللحظه تي زيرو تكون ما عندوش فيتاس. لا فيتاس ديالو في زيرو ايغال ا زيرو. دونك هذا الشرط الاول، في زيرو شحال تساوي؟ تساوي لي الصفر. العفسه الدوزيام عندك المرجع المناسب لدراسه الحركه. وشنو المرجع اللي راح ناخذه؟ قلنا اي حركه في هذا الكون ديالنا راح ندرسوها لازم ننسبوها لمرجع، وكل مرجع واش عنده؟ عنده معلم. دونك العفسه الاولى المرجع اللي راح ندرسوا فيه الحركه ديالنا، كنا شفنا في لا فيديو تاع الميكانيك الاول كامل اللي درنا شفنا المراجع اللي عندنا. كان عندنا المرجع الهيليو مركزي، المرجع الجيو مركزي، وكان عندنا مرجع جامي ايتيزيناه لو كانت روماركي وما ايتيزيناش كامل في حركه الكواكب والاقمار الاصطناعيه. شكون هذا المرجع؟ سي المرجع السطحي الارضي. قلنا هو مرجع المعلم ديالو باش مرتبط، مرتبط بسطح الارض تاعها. قلنا بلي نعتبروه جاليليا وقتاش؟ لدراسة الحركات التي لا تدوم طويلا. معناتها باش ندرسوه لازم الحركة ما تدومليش طويلا. سقوط هذا يستيلو من لهنا شحال راح يشد؟ يا ربي 5 سكوند 4 سكوند على حسب الارتفاع ديالو على سطح الارض. مي ما راحش ياخذ وقت كبير. دونك مدة دوران الارض حول نفسها شحال؟ 24 ساعة. دونك باغابوغ ل 24 ساعة دقيقة واحدة راح تكون بزاف صغيرة. يتسمى نقدروا نعتبروا المرجع ديالنا باللي هو عطالي ولا جاليلي. هنايا واش نقولوا؟ العفسه الدوزيام قلنا سي المرجع، المرجع ديالنا هو المرجع السطحي الارضي. جي توليزي داتاشون بصح مازالني نكتب. دونك عفسه التروازيام سي المعلم، المعلم ديالنا قلنا كل مرجع عنده معلم. المعلم ديالو المرجع السطحي الارضي واش عنده؟ عنده معلم، عنده ثلاث محاور. المركز ديالو هو نقطة من سطح الأرض وعنده ثلاث محاور ديالو، عندي أو إكس إيكغيك زاد. دونك نتايا الحركة ديالك كي جسم يسقط شاقوليا، هاوليك الجسم راهو هنا ويحبط للتحت، الحركة اسكراي تتم على الأو إكس نو، باسكو الأو إكس هادو كامل نقطة وحدة. وكندير الإسقاط في كاع النقاط راح تلقاها نقطة وحدة اللي هي هادي. باغ كونت على الأو إكغيك راهو يتبدل، معنتها كاينة حركة على الأو إكغيك، معنتها المعلم ديالك راح تاخذ محور واحد برك. شكون هاد المحور؟ مين داك تلقاه يسميهولك أو إكغيك، مين داك تلقاه يسميهولك أو زاد. هنايا نقدر أوليو نكتب أو إكغيك نكتب هنايا أو زاد وهنا إكغيك. المعلم ديالي راح يكون يا اما او ايغريك ولا الاو زاد، يا اما راح ناخذ او ايغريك يا اما راح ناخذ او زاد. جينيرالمون في لي زيكزارسيس تلقاوه ماخذ المحور او زاد. دونك المعلم ديالي راح ناخذ المحور او ايغريك ولا او زاد برك، محور واحد. المعلم ديالي هنايا راح يكون على محور واحد فقط. دوكا نروحوا للقوى المؤثره على الجسم اثناء السقوط. قلنا الجسم كي يسقط راح تاثر عليه عده قوى. وشنو ها هاد القوى؟ عندنا ثلاث قوى تأثر على الجسم أثناء السقوط الحقيقي ديالك. وشنوها؟ القوة الأولى هي قوة الثقل ديالو. قوة الثقل وشنوها؟ سي قوة جذب الأرض للجسم. الأرض كي تسيي تجبد الجسم هذيك القوة سموها قوة الثقل. شدتها ثابتة موجهة نحو الأسفل. وعلاش؟ حنايا عندنا توجور لازم تعرف بلي عندك في أي قوة عندك عبارة شعاعية وعندك الشدة. العبارة الشعاعية عندنا الثقل، العبارة الشعاعية ديالو راح تكون من الشكل P يساوي M فواز جي. هنايا توجور في القوى في الشعاع ديالك يا اما راح تلقى زائد يا اما راح تلقى ناقص. كيفاش تعرف؟ هذا هو نعتبره هذا هو الجسم ديالنا، الجسم ديالك وعندك المحور او زاد ولا المحور او ايغريك على حسب واش يمدلك في التمرين. اذا ما مدلكش تقدر تاخذ كيما تحب. دونك هذه القوه راح تكون موجهه نحو الاسفل، اتجاه ديالها نحو الاسفل، معناتها راهي في نفس جهه الحركه. معناتها هنا راح تكون موجبه. علاش؟ باسكو كي ندير لها الاسقاط هنا راح تكون نفس الشعاع. شفتوا في لا فيديو الاولى كنا قلنا كي نديروا الاسقاط تاع الاشعه كيفاش؟ اذا كان الشعاع ديالك عمودي على المحور اللي تسقط فيه يساوي الشعاع المعدوم زيرو، اذا كان موازي ليه راح يساوي نفس قيمه الشعاع. الاتجاه هو اللي يحدد لك اسكو هذه القوه تكون موجبه ولا تكون سالبه. هنا لفت لي راهي في نفس الاتجاه معناتها الشعاع ديالي راهو موجب. صح.
هنايا هذا راه موازين هذا معناتها الشده تاع هذا هي نفسها معناتها كي نروح ندير الشده واش نقول بالاسقاط بالاسقاط على اي محور المحور ديالي سي او زد دونك بالاسقاط على المحور او زد هذه قوه الثقل شو عافي البي كي دير لها الاسقاط راح تبقى لا ميم دونك واش تولي عندك بي واش تساوي تساوي لي ان فوا جي وهذه هي باردون وهذه هي الشده بي يساوي ام فوا جي حيث ام وشنوها هي كتله الجسم ديالك والكتله باش تكون توجور تكون بالكيلو غرام جي سي كوا سي قوه الجاذبيه الارضيه على سطح الارض وجينيرال مو في تمارين يمدها لك يا اما يمدها لك هي 9.8 ولا يمدها لك بقوه 10 نيوتن دونك عندنا بي يساوي ام فوا جي هذه الشده ديالها نروحوا لقوه واحده اخرى وشنو هي القوه الدوزيام سي دافعه ارخميدس اي جسم راح يسقط لك في الهواء راه يسقط في الهواء ماشي يسقط في الفراغ كما في حاله اللي قلت لكم عليها تاع السقوط الحر راه يسقط في الهواء دونك هنايا في هذه الغرفه ولا في هذه لاشون كاين هواء باش يحبط هذا الجسم لازم ينحيه هو هذا الهواء باش ينحيه راح تكون قوه معرقله لهذا الجسم هذه نسموها دافعه ارخميدس دافعه ارخميدس هي ثقل الهواء المزاح ولا في حاله ما اذا كان مدلك زعما مو هذه محذوفه مي زعما في الزيت ولا في الماء في اي مائع راح يسيب بعد هذاك المائع باش يهبط دونك حنا عندنا الهواء دونك هو ثقل الهواء المزاح الشده ديالو ثابته هنايا وعلاش الشده ثابته باسكو عندك الان قيمه ثابته الكتله تاع الجسم افورس ويحبط ما حتى تبدل تبقى توجور ثابته جي الجاذبيه الارضيه قلنا توجور يمدها هي 9.8 يا 10 دونك هي قيمه ثابته تسمى الثقل ديالي توجور اون كونستانت قيمه ديالو ثابته تتعلق بالكتلة تاع الجسم ديالو نفس الشيء بالنسبة لدافعة أرخميدس دافعة أرخميدس القانون العبارة الشعاعية ديالها هي ناقص رو في فوا جي دافعة أرخميدس نرمزو لها بي هاد البي ماشي تاع كالكيلاتريس تاع 3.14 بي واش تساوي ناقص رو فوا في فوا جي وعلاش ناقص باسكو هنايا قلنا شدتها ثابتة موجهة نحو الأعلى معناتها الشعاع هذا تاع البي راح يكون موجه نحو الأعلى هكذا بي موجه نحو الاعلى كي تروح دير الاسقاط شعاع نتايا محور الحركه ديالك راه في هذه الجهه والبي راهي طالعه للفوق دونك اوتوماتيكمون الشعاع كي دير له الاسقاط هو ناقص القوه ديالو معناتها هنايا هي ناقص رو فوا في فوا جي رو هي كتله الحجميه للهواء كتله الحجميه للهواء الكتلة الحجمية للهواء تكون بالكيلوغرام على المتر كوب وهي جينيرالمون بالتقريب 1.3 كيلوغرام على المتر مربع واش عندك تاني عندك الفي الفي هادي سي كوا هي حجم الجسم ديالك حجم الجسم شتو من قبل كي قلت لكم بلي الجسم حنا ما نعتبروهش نقطي عنده ابعاد دونك هنايا الفي سي الفوليوم تاع هاد الجسم ديالك اللي راهو يسقط لك واش عندنا تاني عندنا جي جي هي الجاذبيه الارضيه هذه العباره شعاعيه الشده ديالها كيفاش راح تكون عندك كي ندير الاسقاط تاع هاد الشعاع هنايا واش عندي رو تبقى لا ميم في يبقى لا ميم وجي هي نفسها دونك الشده ديالها واش تساوي بي تساوي رو فوا في فوا جي باش تتحول من عباره شعاعيه للشده ديالك توجور شتو كيما عندنا زعما مربع نقول لك اكس مربع باش تنحي المربع واش دير دير الجدر ماذا الجدر يروح مع المربع كي يكون عندك شعاع زعما باغ اكزومبل شعاع بي باش تنحي شعاع راح تدخل هذه الطويله دونك هذه الطويله راح تيليميني لك الشعاع واذا كان عندك هنايا ناقص راح يولي زائد توجور القيم نيمبورت قيمه تكون لداخل تولي موجبه ميم سي كانت بالسالب تولي موجبه دونك هذه الطويله راح تنحي لك الشعاع وراح تنحي لك الاشاره اللي تكون هنا ترجعها توجور موجبه فوالا هذا بارابور لدافعه ارخميدس دونك دافعه ارخميدس قال بلي شدتها دائما ثابته وعلاش ثابته باسكو رو اللي هي الكتله الحجميه الكتله الحجميه ثابته ما تبدلش الجسم ديالك ما حتى تبدل الكتله الحجميه ديالو عندك الفي الحجم تاع الجسم ما حتى يتبدل سواء يطلع للسماء يهبط للارض راح يبقى بنفس الحجم وجي هي الجاذبيه الارضيه دونك راح تبقى لي لا ميم تما هاد الشده ثابته بو امبورت الجسم ديالك اسكرا ومرتفع على سطح الارض ولا راه قريب لسطح الارض تبقى توجور لا ميم ثابته عندي القوه الثالثه هي قوه الاحتكاك الجسم هذا كي يهبط راح يصرى له احتكاك مع الهواء الهواء راح يسيي عرقله دونك هنايا هي قوه مقاومه الهواء لحركه الجسم
شدتها متغيره تتعلق بسرعه الجسم. دوك نشوفوا علاش. وموجهه عكس جهه الحركه. دونك الاحتكاك توجو راح يكون موجه عكس جهه الحركه. معناتها هنايا سقوط شاقولي الجسم ديالك راه يحبط للتحت. معناتها قوه الاحتكاك راح تكون جايه للفوق. كيفاش نمثلوها؟ راح تكون تنطلق كيف منا وتجي موجهه نحو الاعلى. اسك توجو قوى الاحتكاك موجهه نحو الاعلى؟ نو. شتو كي قلنا الثقل توجو موجه نحو الاسفل. دافعه ارخميدس توجو موجهه نحو الاعلى. بصح قوه الاحتكاك ما تكونش موجهه ني نحو الاسفل ني نحو الاعلى. وين تكون عكس جهه الحركه. معناتها اذا راك تحبط سقوط شاقولي للتحت قوه الاحتكاك راح تكون للفوق. لو كان هذا ستيلو نتيريه للفوق قوه الاحتكاك ديالو راح تجي للتحت. وعلاش؟ باسكو الاحتكاك يعرقل لك الحركه. هذا ستيلو لو كان تيريه نقذفو بسرعه ابتدائيه للسما راح يبدا يطلع ان سيغتان مومون يوصل لهنا يحبس يعاود يهبط. وعلاش؟ باسكو الاحتكاك كان ينقص له في لافيتاس ديالو ينقص حتى لحقها القيمه المعدومه يعاود يحبط. كي يحبط راح تولي كي يبدا يحبط يلحق النقطه الكبيره ديالو هنايا ومن بعد يعاود يحبط. قوه الاحتكاك كي كان طالع كانت موجهه نحو الاسفل. كي يكون هابط قوه الاحتكاك تكون موجهه نحو الاعلى. معناتها قوه الاحتكاك توجو تكون عكس اتجاه الحركه. ماني موجهه نحو الاسفل ني موجهه نحو الاعلى. قوه الاحتكاك راح تكون هكذا. دونك الشده ديالها قلنا موجهه عكس جهه الحركه. شدتها متغيره تتعلق بسرعه الجسم. وعلاش؟ العباره شعاعيه. اولا عندك زوج انواع. اذا كانت سرعه صغيره راح تكون من هذا الشكل. نمسح قبل. قوه الاحتكاك قلنا عندي دوكا. اذا كانت سرعات صغيره وكاين حاله تاع سرعات كبيره. في حالة السرعات الصغيرة الاحتكاك ديالك قلنا موجه عكس جهة الحركة. معناتها توجور الناقص هذا يكزيستي في الاحتكاك. ناقص ك فوا في. هذه في السرعات الصغيرة. ناقص ك فوا في. ك هذا هو ثابت توجور يمدهولك ولا يقول لك انت يخرج لي القيمة ديالو. وراح يدموندي لك تاني في التمارين باش تمدلو التحليل البعدي تاع الك. راح نشوفوه او كوغون لا فيديو. ومن بعد واش عندك فوا في. هذه لا فيتاس. لوجيكمون مادام هذا ثابت الاحتكاك ديالك باش راح يتعلق؟ راح يتعلق لك بالسرعة. إذا زادت السرعة الاف راح تزيد. إذا نقصت السرعة الاف راح تنقص. في حالة السرعات الكبيرة العبارة تاع الاحتكاك ديالك اف واش راح يساوي؟ راح يساوي لك ناقص ك فوا في مربع. الاف هي قوة وكامل القوى. دير في بالك بلي كامل القوى ما هدرتش عليهم. الوحدة ديالها راح تكون نيوتن. هنايا الك راح نشوفو في التحليل البعدي الوحدة ديالو. وعندك لا فيتاس بالمتر باغ سكوند. لا فيتاس الوحدة ديالها سي المتر باغ سكوند. دوكا هادي اسك تي اوبليجي تعرف وقتاش تخدم بهادي ولا بهادي؟ هو في نص التمرين دائما يقول لك اذا قال لك سرعه صغيره راح تاخذ اف يساوي ناقص ك فوا في. اذا مد لك سرعات كبيره راح تاخذ الاف ديالك هي ك فوا في مربع. ولا تلقاها يمدها لك بهذا الشكل اف واش تساوي ك في اس ان. الان يساوي واحد في حاله سرعات صغيره والان يساوي اثنين في حاله سرعات صغيره. هنا وهنا سرعات كبيره. دونك عندك هاد لي دو كا. تي با اوبليجي باش تعرف نتايا. هو في نص التمرين راح يمدلك. ما يقدر يمدلك الان يساوي واحد ولا الان يساوي اثنين. قلنا التمثيل ديالها قلنا توجور تكون موجهه نحو الاعلى. معناتها لو كان يقول لك مثل لي كيفيا قوى المؤثرين على الجسم اثناء السقوط واش راح يكون عندك؟ هاوليك الجسم عنده مركز. عندك اتجاه الحركه لازم ديرو سوا ولا اوزاد. القوة الأولى سي قوة الثقل تكون موجهة توجور نحو الأسفل. الشدة ديالها ثابتة. القوة دافعة أرخميدس تكون موجهة دايما نحو الأعلى والشدة ديالها ثابتة. والقوة الأخيرة هي قوة الاحتكاك راح تكون موجهة نحو الأعلى ولكن الشدة ديالها ماشي ثابتة. هنا ماشي دايما نحو الأعلى قلنا توجور عكس اتجاه الحركة. معناتها لو كان يرسم لك أو زاد أو هنا وزاد هنا راح تجي رايحة للتحت. دونك هادي هي الأف قلنا باش نمثلها. اسك توجور التمثيل ديالها راح يكون هكذا بنفس الطول؟ راح نشوفو من بعد في لا فيديو جوست مور. هادي راح نشوفو كيقول لك في مراحل مختلفه زعما عند لحظه الانطلاق عند لحظه الوصول وفي المرحله
هذيك الوسطانيه. دونك نشوفوا في كل وحده كيفاش المثل. ليسونسييل لازم تعرف باللي البي يكون توجور موجه نحو الاسفل اللي هو قوه الثقل، دافعه ارخميدس دائما متجهه نحو الاعلى، واف تكون دائما عكس جهه الحركه. دونك نكملوا في لا فيديو دوكا واش راح نشوفوا. راح نشوفوا دراسه نظريه. هو جينيرالمون يمد لك بيان تاع السرعه ويقول لك خرج لي كيكو نوسيون. راح نشوفوا كاع واش يقدر يدوموندي لك بيان تاع السرعه. السرعه ديالك لوجيك مادام هضره ويحبط، السرعه ديالو كانت ما عندوش سرعه ابتدائيه ومن بعد كي يبدا يحبط السرعه ديالو راح تزيد، ان سيغتان مومون راح تولي ثابته تثبت في قيمه معينه. دونك راح يمد لك السرعه لا فيتاس ديالك اون فونكسيون دو تي في المتر بار سكوند اون فونكسيون تاع الزمن ديالك السكوند. لا فيتاس قلنا راح تزيد حتى تثبت في قيمه معينه. هذه القيمه المعينه هي السرعه الحديه فيتاس ليميت. شتو في الوحده الاولى كي كنا نشوفوا اكس ماكس كي يثبت لي البيان، هنايا نسموها حديه اوليو نسموها ماكس اعظميه، نسموها قيمه حديه في ليميت. دونك من البيان هذا واش نقدر نخرج؟ نقدر نخرج في ليميت. في ليميت كيفاش؟ نشوفوا وين ولا ثابت البيان، ندير الاسقاط على محور السرعه ونخرج لا فيتاس ليميت ديالي. واش يقدر يدوموندي لك ثاني؟ يقدر يقول لك خرج لي باغ اكزومبل التسارع الابتدائي. التسارع الابتدائي سي كوا؟ ديجا التسارع سي كوا؟ سي ا هو دي في على دي تي، مشتق السرعه على الزمن. كي نقول لك ا زيرو معناتها تروح ترسم المماس عند اللحظه تي زيرو، تاخذ نقطتين ميل المماس هذايا. هذا ما رسمتوش كاع مماس مي بون. هنايا السرعه الحديه ترسم المماس عند اللحظه تي زيرو، تاخذ نقطتين وتخرج التسارع الابتدائي ديالك. واش يقدر ثاني؟ يقدر يقول لك حدد لي طبيعه الحركه في مراحل مختلفه منه. اول عفسه لازم تعرف كاين ثابت الزمن اللي نرمزو له بتو، راح نقدروا نخرجوه بيانيا. كيفاش تخرجوا بيانيا؟ شت كي ترسم المماس عند اللحظه تي زيرو وين يتقاطع لك مع السرعه الحديه، دير الاسقاط على محور الزمن تخرج تو ديالك. ولا تو سامبلومون كاينه طريقه واحده اخرى كيفاش، تاخذ السرعه الحديه تضربها في 0.63 0.63 في ليميت راح تخرج لك قيمه، دير الاسقاط وتخرج تو ديالك. راح يخرج لك لو ميم هنايا ديسان تقريبي. شوفوا هنا عندك يا اما 0.63 فوا لا فيتاس ليميت ديالك، يا اما ترسم المماس وين يتقاطع لك مع هذه السرعه الحديه، هذا هو تو. دونك نتايا في البيان ديالك عندك مرحلتين، عندك مرحله انتقاليه وين تكون السرعه ديالك متغيره، وعندك مرحله ولا نظام دائم. عندنا نظام انتقالي، النظام الانتقالي اللي هو لو ريجيم ترانزيتوار. هذا لو ريجيم وشنو هو؟ من اللحظه تي تساوي صفر حتى الخمسه تو وين يولي لك ثابت. هنايا انت كي تخرج تو خمسة تو وين يولي لي البيان ثابت، هاد المرحلة نسموها النظام الانتقالي. موراها مور خمسة تو، هنايا قلنا خمسة تو، مور خمسة تو كي يولي لي السرعة ثابتة السرعة الحدية راح يولي عندك نظام دائم. واش معناتها هذا النظام الانتقالي؟ ينطلق بدون سرعه ابتدائيه، الجسم ديالي راح يهبط للتحت بدون سرعه ابتدائيه. السرعه شحال تكون؟ تساوي الصفر، راه يحبط يحبط يلحق للسرعه الحديه ديالو في ليميت، وين هذاك هو لو ماكسيموم تاع لا فيتاس ديالو، ويكمل يمشي بها حتى يصطدم مع الارض. هنايا السرعه ديالك راح تولي ثابته. هذا نظام دائم وهذا نظام انتقالي. النظام الدائم واش يقدر يقول لك؟ يقدر يقول لك حدد طبيعه الحركه في النظام الانتقالي وفي النظام الدائم. باش نحددوا طبيعه الحركه لازم تشوف النسبه ا فوا في. اذا كانت لك ا فوا في تساوي صفر معناتها حركه مستقيمه منتظمه. اذا كانت عندك ا فوا في كبيره على الزيرو معناتها حركه مستقيمه متسارعه، واذا كانت عندك ا فوا في صغيره على الزيرو اصغر من الصفر حركه مستقيمه متباطئه. كاينة حاجة باش تعرف اسك بانتظام ولا لا، لا ماشي بانتظام. إذا كان عندك التسارع ديالك، نمسحو هادي، كي يكون التسارع ا يساوي صفر معنتها حركة مستقيمة منتظمة. إذا كان التسارع ديالي ا أكبر من الصفر وعنده قيمة ثابتة معنتها زعما ثلاثة أربعة نفس القيمة ثابتة نقولو بانتظام. إذا كان أصغر من الصفر بصح قيمة ثابتة يساوي إن كونستانت،
هنايا باغ اكزومبل ناقص 2 اذا كان اصغر من الصفر ويساوي قيمه ثابته نقولوا بلي متباطئه بانتظام. دونك حنايا الحركه اي حركه عندها باش نحددوا طبيعه الحركه لازم تكون تعرف المسار، لازم تكون تعرف السرعه، ولازم تعرف تكون تعرف التسارع. دونك المسار ديالك عندك مسار مستقيم، مسار دائري، ومسار منحني. المسار المستقيم سيكون الحركه مستقيمه. هنايا في المسار ديالنا قلنا نشوفوا اول عفسه، نشوفوا في النظام الانتقالي المسار ديالك سيكو شاقول متجه نحو الاسفل، معناتها الحركه ديالك المسار ديالك راهو مستقيم. دونك في النظام الانتقالي عندي حركه مستقيمه. عندنا السرعه، السرعه راهي متزايده، كي تكون السرعه ديالك متزايده معناتها الحركه متسارعه، هنا متسارعه. اذا كانت السرعه متباطئه حركه متباطئه. هنا لفت لي السرعه ديالي، راني نشوف بلي في النظام الانتقالي حتى لهنا السرعه ديالي راهي تزيد، دونك حركه متسارعه. اسك بانتظام ولا لا؟ لا، هنايا لازم تروح للتسارع. قلت لك اذا كان التسارع ديالك عند يساوي الصفر معناتها مستقيمه منتظمه، اذا كان التسارع ديالك كبير على الزيرو قيمه ثابته معناتها بانتظام، اذا كان كبير على الزيرو بصح ماشي قيمه ثابته معناتها شغل راهو متزايد ولا متناقص ما تقدرش تقول باللي بانتظام. دونك في هذه الحاله احنا التسارع ديالنا راح يكون قيمه موجبه، البيان ديالو راح يكون من هذا الشكل يهبط يهبط حتى يلحق للزيرو. دونك هنايا ماشي قيمه ثابته، ما عندوش قيمه ثابته، دونك ما نقدرش نقول باللي حركه مستقيمه متسارعه بانتظام. معناتها هنايا من اللحظه 0 حتى 5 تنقولوا بلي حركه مستقيمه متسارعه. علاش مستقيمه؟ باسكو المسار مستقيم. وعلاش متسارعه؟ باسكو السرعه ديالي راهي تزيد متزايده، دونك لوجيكمون متسارعه. وعلاش ما قلناش بانتظام؟ باسكو الا ديالي ما يساوي ليش قيمه ثابته، وعندي هذه النسبه ا فوا في. الا هو قيمه موجبه ما تساويش الصفر صح، ولكن قيمه موجبه توجو قيمه موجبه. واش عندي لا فيتاس ثاني قيمه موجبه، معناتها كي تضرب عفسه موجبه في عفسه موجبه ا في راح يساوي راح يكون لك توجو قيمه موجبه اكبر من الصفر، معناتها نقولوا بلي حركه مستقيمه متسارعه. النظام الدائم مور خمساته، مور من دي باسي الخمساته راح تثبت السرعه تولي قيمه حديه ديالها تولي في ايغال ا في ليميت، في يساوي في ليميت. دونك كي تجي تستق دي في على دي تي باش تخرج التسارع ديالك، الا يساوي دي في على دي تي. لفت لي هنا في ليميت هي قيمه ثابته، معناتها التسارع ديالك شحال راح يساوي؟ راح يساوي صفر. وعلاش يساوي صفر؟ كي دير الاشتقاق تاع قيمه ثابته راح تعطيك زيرو، مشتق تاع عدد ثابت زيرو، مشتق تاع عدد متغير راح يعطيك قيمه. دونك هنايا التسارع ديالي يساوي صفر، لا فيتاس ديالي صح قيمه موجبه كونستانت، فيتاس تساوي في ليميت. دونك ال ا فوا في واش يساوي؟ يساوي لي صفر. ا فوا في يساوي صفر، كي يكون ال ا فوا في يساوي صفر معناتها حركه مستقيمه منتظمه، مسار مستقيم حركه مستقيمه. وعلاش منتظمه؟ باسكو التسارع ديالك راهو يساوي صفر، يساوي قيمه ثابته ماهوش متغير، دونك منتظمه. هذا بالنسبه لواش نقدروا نخرجوا من البيان ديالنا. دوكا اش راح نشوفوا؟ راح نشوفوا تمثيل القوى في مراحل السقوط. كنا شفنا في الديبي تاع لا فيديو كيفاش نمثلوا القوى، واش عندنا قوى، عندنا الثقل، عندنا دافعه ارخميدس، وعندنا قوى الاحتكاك. دوكا راح نشوفوا في مراحل السقوط اسك تبقى لا ميم ولا تكون متغيره. مراحل السقوط ديالك عندك المرحله الابتدائيه، مرحله ابتدائيه. في المرحله الابتدائيه لا فيتاس كيفاش تكون؟ في يساوي الصفر، ما كاش سرعه باسكو حنايا الجسم ديالنا باش ينطلق بدون سرعه ابتدائيه معناتها في انيسيال ديالك ايغال ا زيرو. ومن بعد واش عندك؟ عندك في النظام الانتقالي، شتو هذاك الديسان اللي درناه البيان، عندنا نظام انتقالي ونظام دائم. دونك المرحله الدوزيام سي النظام انتقالي، ومن بعد واش عندي؟ لو ريجيم بيرمانون ديالي اللي هو النظام الدائم. نظام دائم القوى ديالنا قلنا عندنا ثلاث قوى، قوة الثقل معناتها راح نمثلو الثقل، راح نمثلو البي، وراح نمثلو الاحتكاك اف. هاد ثلاثة كي نقول لك تمثيل معناتها راح تمثل الشعاع، راح تخدم على حسب العبارة الشعاعية اللي كنا شفناها مقبل. دونك واش عندنا؟ أول عفسة قبل ما تبدا كامل تروح ترسم المحور ديالك. هادو على ما مسحتهمش نسيتهم. دونك راح ترسم الشعاع هذا، المحور او زد. دونك عندي المحور او زد، وشنو هالقوى في المرحله الابتدائيه؟ واش عندي؟ عندي قوه الثقل بي واش يساوي ام فوا جي، عندي قوه دافعه ارخميدس تساوي رو فوا في فوا جي، واش عندي ثاني؟ عندي قوه الاحتكاك اللي تساوي لي كا فوا في اس ام.
سواء كانت سرعة صغيرة ولا سرعات كبيرة. دوكا عندنا قوة الثقل، قلنا واش تساوي ام فوا جي، قوة ثابتة معناتها اون كونستانت. واش حب يقول؟ حب يقول بلي هي قلنا توجور موجهة نحو الأسفل، تبدا منين؟ تبدا من المركز. دونك كي تروح ترسم الثقل راح ترسمو نفس الطول اللي ترسمو في المرحلة في لحظة الانطلاق، هو نفسه اللي ترسمو في مرحلة الانتقالية، النظام الانتقالي ديالك، وهو نفسه اللي ترسمو في المرحلة النهائية، النظام الدائم. دونك لو بي ديالك راح يبقى لو ميم هنا هنا وهنا، الثقل ديالك ما يتغيرش. باسكو علاش؟ قلنا بلي الشده ديالو ثابته. القوه الدوزيام اللي راح تمثلها سي دافعه ارخميدس. دافعه ارخميدس ثاني قلنا بلي قوه ثابته. واش عندنا؟ عندنا رو اللي هو الكتله الحجميه، عندي في اللي هي حجم الجسم ديالك، وجي هادو كامل قيم ثابته. الكتله الحجميه ما حتش تتبدل مع مرور الزمن، عنده اي جسم عنده كتله حجميه ثابته، القيمه ديالها باينه. دونك ديجا هنايا عندنا الكتله الحجميه تاع واش؟ تاع الهواء. الهواء هي 1.3 معناتها قيمه ثابته. حجم الجسم ما راحش يتبدل حجم الجسم مع مرور الزمن، سواء يقرب للارض ولا يبعد للارض عنده نفس القيمه. وجي هي قيمه ثابته 9.8 ولا يمدها لك 10. دونك وحده من زوج تسمى البي القيمه ديالها ثابته، هذه سي اون كونستانت في كامل مراحل الحركة راح تكون نفسها. واش قلنا؟ قلنا هي قوة موجهة نحو الأعلى، معناتها كي تروح ترسم هنايا بي، هذه هي البي الشعاع الأول، هنايا بي وهنا بي، نفس الطول اللي ديرو هنايا هو اللي ديرو هنا اللي ديرو هنا، معناتها هاد الزوج دافعة أرخميدس والثقل في كامل مراحل الحركة، سواء في لحظة الانطلاق سواء في المرحلة الانتقالية ولا في المرحلة النهائية اللي هي النظام الدائم راح تكون نفسها. إذا رسمت هنايا زعما 1 سنتيمتر وهنا زوج، هنا رسم 1 سنتيمتر هنا زوج، 1 زوج، تبقى نفس القيمة. هنا التمثيل كيفي، ماشي زعما إذا حسبت القيمة إكزاكت وراح تدير تمثل. دونك نتايا خد الطول اللي حبيتو. موراها واش بقات لي؟ بقات لي قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك قلنا متجهة عكس جهة الحركة، معناتها إذا كانت جهة الحركة هكذا قوة الاحتكاك راح تجي للفوق، إذا كانت طالعة للفوق قوة الاحتكاك راح تجي لتحت. سقوط تشاقولي توجور تجي للفوق، علاش؟ باسكو اتجاه الحركة ديالنا راح يكون متجه نحو الأسفل. دوكا تبقى لنا الشدة ديالها، الشدة ديالها واش عندي؟ هي ك فوا في، قلنا الك هو قيمة ثابتة، بقى لي الفي، معناتها شاك فوا الفي تزيد الاف راح تزيد. في المرحلة الابتدائية لحظة الانطلاق لا فيتاس ديالي شحال تكون تساوي؟ قلنا الجسم باش يسقط من الشروط باش يكون السقوط تشاقولي لازم فيتاس انيسيال تساوي الصفر، معناتها لازم ينطلق بدون سرعة ابتدائية، ما عندوش سرعة، معناتها هنايا في تساوي الصفر. مادام هادي تساوي الصفر أي عدد نضربه في زيرو راح يمد لي زيرو، معناتها قوة الاحتكاك ديالي في لحظة الانطلاق راح تكون تساوي الصفر. معناتها كي نجي لهنا في لحظة الانطلاق ما نمدش احتكاك باسكو ما كاش، وعلاش ما كاش؟ باسكو ما كاش سرعة ابتدائية. وقلنا قوة الاحتكاك تتعلق بواش؟ تتعلق بالسرعة، تزيد السرعة تزيد قوة الاحتكاك، تنقص السرعة تنقص قوة الاحتكاك. مع مرور الزمن مر لحظة الانطلاق وفي المرحلة الانتقالية السرعة ديالي راهي تزيد، دونك الاف راهي تزيد، تسمى هنايا نقدروا نمثلوا الاف. الاف قلنا وين تكون متجهة نحو الأعلى، وعلاش؟ باسكو عكس جهة الحركة، جهة الحركة هاي ليك أو زد، دونك هذه الاف راح تكون متجهة نحو الأعلى. المرحلة النهائية النظام الدائم لا فيتاس ديالك راح تولي ماكسيمال، لا فيتاس ليميت، اكبر قيمة للسرعة. دونك اوتوماتيكمون مادام الاف تتعلق بالسرعة، مادام زادت السرعة الاف راح تزيد، معناتها انت كي تروح تمثل مايغري كو راك تمثل كيفيا لازم الاف اللي تمثلها هنا تكون كبيرة على الاف اللي مثلتها مقبل. اذا هنايا درت 1 سنتيمتر هنا دير زوج، ولا اذا درت هنايا زوج هنا دير 3، ليسونسييل تبين له باللي في هذه اللحظة وفي هذه ماشي نفس الاف، هنايا كانت ثابتة وهنايا الاف راهي تتبدل، تتعلق بواش؟ تتعلق بالسرعة تاع الجسم. هنايا خديتها 1 سنتيمتر هنا ناخذها زوج، وعلاش؟ باسكو لا فيتاس راهي تزيد في المرحله النهائيه راح تكون في اقصى قيمه لها، لا فيتاس ليميت، دونك الشعاع تاع الاحتكاك ديالك راح يكون في اقصى قيمه ليه. هذا بالنسبه لتمثيل القوى، توجو هكذا ما راحش يتبدل. هنايا وعلاش ما بريسيزيت اسك في ان ولا في ان مربع؟ نفس الشيء، دونك نتايا هذه راح تسحقها برك كي تحسب. دوكا واش نروحو نشوفو دافعه ارخميدس كيفاش نحسبها. قبل عندك هنايا تطبيق القانون الثاني لنيوتن، معناتها باش دير هاد الأشعة كي تروح تطبق قانون ثاني لنيوتن، هنايا مجموع قانون ثاني لنيوتن واش يقول؟ يقول لك بلي مجموع القوى الخارجية لا سوم دي فورس اكستيريور واش يساوي؟ يساوي ام فوا ا. دونك كي تروح تطبق القانون الثاني لنيوتن هنايا البي راح دير له الاسقاط على هاد المحور، البي موجب باسكو راهو في نفس اتجاه الحركة، دونك واش راح يولي لك؟ قوة
الثقل زائد قوة دافعة أرخميدس يساوي لك ام ا. ا هي التسارع الابتدائي ام ا زيرو، دونك هنايا البي هذه راح ناخذها ناقص بي، راح يولي لك بي ناقص بي هنا ما كاش عفوا يساوي ام ا. الأ هذه هي القيمة الابتدائية، اش كاين احتكاك هنا؟ ما كاش صح. طبيعة الحركة هنا بداية حركة مستقيمة متسارعة، قلنا في النظام ديالنا كي تكون السرعة تزيد راح تكون الحركة مستقيمة متسارعة، ماشي بانتظام ولكن متسارعة. في المرحلة الانتقالية كي نروحو نطبقو قانون ثاني لنيوتن، عندي كيف كيف البي البي كيندير له الاسقاط او في نفس جهه الحركه ما عندها موجب، وهاد الزوج طالعين للفوق عكس جهه الحركه ما عندها ناخذهم بالسالب. وعلاش؟ الشعاع هذا راهو للفوق والمحور ديالي راهو للتحت، دونك هنايا نقد ناخذ ناقص اف ناقص بي واش يساوي؟ يساوي ام ا. هنا ماشي ا زيرو ولكن الا ديالي راح نحسبها في كل لحظه. في الحاله النهائيه كي نروح نطبق القانون الثاني لنيوتن، كيف كيف عندي ثلاث قوى بي ناقص اف يساوي الصفر، وهنايا الحركه راح تكون مستقيمة منتظمة. وعلاش مستقيمة منتظمة؟ عندي بي تطبيق القانون الثاني لنيوتن، بي راهو في نفس جهة الحركة دونك يكون موجب، عندي هادية دافعة أرخميدس عكس جهة الحركة معنتها سالب، ناقص واش؟ ناقص الاف باسكو هي ثاني نفس عكس جهة الحركة، واش تساوي؟ تساوي لك على باسي ام ا، قانون نيوتن هكا يقول. دونك هنايا واش عندي؟ ا هي دي في على دي تي، بصح وين رانا؟ رانا في النظام الدائم، دونك لا فيتاس ديالك هي لا فيتاس ليميت، فيتاس ديالك ثابتة في أقصى قيمة، كي تروح تشتق عفصة ثابتة، قيمة ثابتة راح تعطيك الزيرو، دونك هنايا الأ ديالي يساوي لي الصفر، مادام الأ يساوي الصفر هاد القيمة كاملة راح تساوي الصفر، أي عدد تضربه في زيرو راح يمثلك زيرو، دونك قانون نيوتن راح يكون هكذا. الحركة ديالي في هذه الحالة عندي مسار مستقيم دونك حركة مستقيمة، عندي تسارع يساوي صفر، سرعة ثابتة والتسارع يساوي صفر، معناتها نقولوا بلي هي حركة مستقيمة منتظمة. دوكا واش راح نشوفوا موراها؟ راح نشوفوا دافعة أرخميدس. دافعة أرخميدس عندك عدة عندك عدة طرق باش تحسبها. الطريقة الأولى سي تابليكي لا لوا ديريكتومون، في هو القانون اللي مديته لكم، رو تاع واش؟ تاع الهواء، فوا واش؟ فوا حجم في تاع الجسم، فوا جي اللي هي الجاذبية الأرضية وراح تعطيك قيمة ثابتة، رو تاع الهواء قلنا هي 1.3، في تاع الجسم راح يمدهولك، وجي بصح باغفوا ما يمدلكش الفوليوم تاع الجسم ولا ما يمدلكش وحدة من هاد المعطيات، دونك تو سخا أوبليجي تخدم بطريقة واحدة أخرى. باش راح تخدم؟ راح تخدم تطبيق القانون الثاني لنيوتن، يا إما راح تخرجها في الديابولي وريتهولكم قبل هذا، يا إما راح تخرجها من المرحلة الإبتدائية ولا راح تخرجها من النظام الدائم. في المرحلة الإبتدائية كي نروح نطبق قانون نيوتن خرجت لنا بلي بي ناقص بي اللي هي قوة الثقل ناقص بي يساوي ام فوا ا زيرو، دونك منا باش نخرج هادي نديها لهاد الجهة باسكو عندنا ناقص، وهادي ديما واش راح تبقى لي؟ بي ناقص ام ا زيرو يساوي لك دافعة أرخميدس، والبي هو واش؟ هو ام فوا جي ناقص ام ا زيرو يساوي البي، دونك منا البي واش تساوي؟ تساوي لك ام نخرجوها كعامل مشترك اللي هي كتلة الجسم، فوا واش؟ فوا جي اللي هي الجاذبية الأرضية ناقص التسارع الابتدائي، دونك هذه كيفاش نخرج بي من المرحلة الابتدائية ديالي لحظة عند لحظة الانطلاق. نقدر نخرجها وين تاني؟ نقدر نخرجها من النظام الدائم. في النظام الدائم شنو هالقوى اللي عندي؟ لو كان جو تشوفوا كنا قلنا بلي عندك بي تكون موجبة، وعلاش؟ باسكو في جهة الحركة، ناقص دافعة أرخميدس، دافعة أرخميدس عكس جهة الحركة دونك سالبة، ناقص الاف اللي هي قوة الاحتكاك، واش تساوي؟ تساوي ام ا زيرو، بصح قلنا باللي الأ هي دي في ليميت على دي زيرو، باسكو لا فيتاس ديالك تولي ثابتة، دونك مادام لا فيتاس ثابتة، التسارع ديالك راح يكون يساوي صفر، ام فوا ا زيرو راح تساوي لك الصفر، دونك دافعة أرخميدس واش تساوي؟ كي تجي من هاد الجهة تولي موجبة، يبقى لك بي ناقص الاف. البي واش يساوي؟ هو ام فوا جي، والاف هي ك فوا في، بصح واش من في؟ في ليميت، هنا تقدر تكون في تقدر في مربع على حسب واش يمدلك في نص التمرين، اذا قالك سرعات كبيره ولا قالك بلي الان يساوي 2 دونك هنايا في مربع، اذا قالك سرعات صغيره ولا قالك هي ديريكتوم قوه الاحتكاك منمذجه بالعباره ك فوا في راح تاخذها هكذا، دونك هنايا تقدر تحسبها الام هي كتله الجسم، جي هي الجاذبيه، ك هو قيمه ثابته، ولا فيتاس ليميت
ديالك. دونك هذا بالنسبه لدافعات ارخميدس. كاين ديكا وين يقول لي نهمل دافعات ارخميدس، بارفو يقول لك ديريكتومون باهمال دافعات ارخميدس، بارفو يقول لك احسب لي نسبه ولا احسب قوه دافعات ارخميدس وقول لي اسك نهملوها نقدروا نهملوها ولا لا. لا وقتاش تقدر تهمل دافعات ارخميدس؟ عندك طريقتين. الطريقه الاولى هي تحسب قوه الثقل بي وتحسب قوة دافعات أرخميدس بي وتحسب النسبة بي على بي. زعما حسبت هذه القوة لقيتها قيمة بنيوتن وحسبت البي لقيت لها قيمة بنيوتن. البي ديالنا الثقل هو ان فوا جي ودافعات أرخميدس. هذا ونوريت لكم ثلاث طرق كيفاش نحسبها. كي تحسب هذه النسبة بي تقسم على دافعات أرخميدس تلقى عدد. دونك هذا العدد اللي تلقاه هو باين راح يخرج لك قيمة ثابتة، راح يخرج لك عدد زعما نقولوا 512. إذا خرج لك هذه النسبة اللي خرج لك تكون كبيرة على 50 أكبر من 50 معناتها دافعات أرخميدس مهملة. إذا لقيتها صغيرة على 50 ما نقدروش نهملو. من ذاك يقول لك احسب النسبة بي على بي ويقول لك ماذا تستنتج؟ نستنتج بأن دافعات أرخميدس مهملة وهي أون رياليتي سيكوا سيكو إذا خرجت لك زعما 512 أي قيمة يساوي 512 مرة دافعات أرخميدس معناتها البي ديالك راهو كبير 512 مرة على دافعات أرخميدس. زعما إذا كانت هادية بي هي 5 هذا راح يكون 5 في 512 دونك راهو كبير عليه 512 مره معناتها نقدروا نهملوه بالنسبه له. تسمى توجو تحسب النسبه بي على البي راح تلقاها اكبر من 50 معناتها تقولوا بلي نستطيع اهمال دافعات ارخميدس. الطريقه الدوزيام كيفاش نحسب سيكو تحسب الا زيرو ديالك راح تلقاه يساوي الا زيرو هو التسارع الابتدائي راح تلقاه يساوي لك الجي. اذا لقيتو يساوي الجي معناتها رانا اهملنا دافعات ارخميدس. ودوك نشوفوا كي نديروا المعادله التفاضليه نشوفوا علاش يساوي وعلاش دافعات ارخميدس مهمله. ا زيرو يساوي جي دونك اذا لقيت التسارع الابتدائي ديالك يساوي جي معناتها دافعات ارخميدس مهمله ولا تروح تحسب النسبه بي على البي. دونك هكذا كنا شفنا كامل الدراسه النظريه واش بقاونا المعادلات التفاضليه. المعادله التفاضليه كي تفهم وحده فيهم سيبوا الاخرين كاملين يجوك ساهلين. دونك حنا عندنا اربعه معادلات تفاضليه في الرياليتي اربعه. عندك حاله اهمال دافعات ارخميدس وحاله عدم اهمال دافعات ارخميدس. كل واحد كل حاله من هاد الزوج تنقسم الى زوج حالات. الحاله الاولى اللي يكون عندك سرعات صغيره والحاله الدوزيام وين تكون عندك سرعات كبيره. هنايا قلت لكم كل وحده المعادله التفاضليه ديالها حسب السرعه الحديه والتسارع معناتها راح تلقاوهم هنايا. مي راح نشوفوا كيفاش نخرجوهم وحدنا. دونك هنايا معادله دي في على دي تي معادله تفاضليه السرعه الحديه والتسارع. وجينيرالمون يقول لك خرج المعادله التفاضليه استنتج عباره السرعه الحديه ولا استنتج التسارع الابتدائي. راح نبداو بالحاله الاولى حاله عدم اهمال دافعات ارخميدس. راح نشوفوا في السرعات الصغيره السرعات الكبيره. شوفوا السرعات الصغيره والكبيره سي لا ميم شوز برك. هنايا تكون عندك في وهنا تكون عندك في مربع. دونك حنا راح نشوفوا هذه ومنها نقدروا نستنتجوا هذه وحدنا. دونك ما يخلعوكم تسمع المعادله التفاضليه ما والو كاع يقول لك معادله تفاضليه صعاب معادله تفاضليه صعاب ما صعاب ما والو. تبع معايا دوك تشوف بلي حاجه فريمون سهله فريمون جايه. اذا فهمتوا واش كنت نهضر من قبل راح تجيك هذيك اللي والو تطبيقات عدديه مات ما كنقولوا ماشي سهله اللي ما يفهمش مات حتجيك واعره اوترومون هي فريمون سهله. دونك تبعوا معايا راح تفهموا. عندنا العفسه الاولى باش نجيب اي معادله تفاضليه انت واش عندك؟ عندك دي في وعندك دي في على دي تي وعندك الفي. اذا كانت عندك دي في على دي تي ما تهرك تهضر على معادله تفاضليه لازم تكون كاينه دي في على دي تي باش تقدر تقول بلي هذه معادله تفاضليه. اذا كانت عندك غير الفي راح نولوا في المعادلات الزمنيه وراح نشوفوها في السقوط الحر. دونك نبداو العفسه الاولى باش تخرج اي معادله تفاضليه لازم تطبق القانون الثاني لنيوتن. باش تطبق القانون الثاني لنيوتن كاين ثلاث عفايس لازم تكتبهم لازم تكتبوهم خذوهم كروتين. لازم تكتب هاد ثلاث عفايس باش تبدا تخدم في المعادله التفاضليه ديالك. معناتها غير يقول لك معادله تفاضليه يكتب هاد الثلاثه. العفسه الاولى تقول له بلي الجمله المدروسه ديالك الجمله هي واش؟ هي الجسم. راني كتبتهم لكم هنايا. دونك الجمله المدروسه ديالك هي الجسم. المرجع اللي راح تاخده هو المرجع السطحي الارضي الذي نعتبره عطاليا. الحال موراها تقول بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. قانون الثاني لنيوتن واش يقول؟ يقول لك بلي مجموع القوى الخارجيه واش يساوي؟ يساوي ام اللي هي كتله الجسم فوا التسارع. دونك اول عفسه راح تكتب هادو الجمله المدروسه المرجع الجمله المدروسه توجور الجسم. اذا كان زعما حبت زعما نقولوا باغ اكزومبل يقول لك يسقط مظلي سقوط شاقولي مظلي
زعما مع المستلزمات ديالو. الجمله المدروسه هي المظلي مع المستلزمات ديالو. اذا قال لك تسقط حبه برد باغ اكزومبل، الجمله المدروسه ديالك شكون؟ هي حبه البرد. موراها المرجع السطحي الارضي الذي نعتبره غاليليا، توجور السطحي الارضي. ابري داتاك دراسه تاع جسم على سطح زعما القمر، يقول لك استيلو يطيح في سطح القمر، هنا نتبدل المرجع. جينيرالمون راح ندرسوا الحركات على سطح الارض، دونك توجور المرجع ديالنا شكون؟ هو السطحي الارضي الذي نعتبره عطاليا. وعلاش نعتبره عطالي؟ باسكو مده الدراسه صغيره بارابور لدور الارض حول نفسها. ومن بعد واش نقولوا؟ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، مجموع القوى الخارجيه لا سون دي فورس اكستيريور ايغال ا ام لا ماس فوا لاكسيليراسيون ديالي. دونك هنايا راح نشوفوا حاله عدم اهمال دافعات أرخميدس. هنا ما راحش نهملو دافعات أرخميدس. واش عندي؟ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، مجموع القوى الخارجية F exterior واش يساوي؟ يساوي لي M فوا A. دونك القوى الخارجية المؤثرة على الجسم واش عندنا؟ عندنا الثقل، قلنا عندي دافعات أرخميدس، وعندي الاحتكاك. دونك واش عندي؟ عندي P بلس F بلس بي. هادو هما القوى، هاد ثلاثه قوى. دونك عندي البي راهو في نفس جهه الحركه دونك موجب، اف عكس جهه الحركه معناتها سالبه، والبي سالبه باسكو عكس جهه الحركه، يساوي لك ام فوا او. دونك نحو الاشعه واش يبقى لي؟ بقات لي البي ناقص اف ناقص بي يساوي لي ام فوا او. تروح تعوض كل وحده بها بالقانون اللي مديته لك من قبل. البي قلت لك هو الثقل، واش يساوي؟ يساوي ام فوا جي. الاف واش يساوي؟ يساوي لي ك فوا في. رانا في حاله السرعات الصغيره، هذه السرعات الصغيره ولا السرعات الكبيره ما نقعدوش نطولوا معها. اذا كانت عندك سرعه صغيره تكتب في، اذا كانت سرعه كبيره تكتب في مربع، وهذه هو اللي يقول لك. ناقص واش؟ ناقص دافعه ارخميدس. دافعه ارخميدس واش تساوي؟ تساوي لي رو تاع واش؟ تاع الهواء. هنا بيان بريسيزي واش عندك؟ في فوليوم تاع واش؟ تاع الجسم، فوا واش؟ فوا جي، يساوي لك ام فوا او. عندي ام فوا او، التسارع ديالي هو عبارة عن واش؟ هو عن مشتق السرعة على الزمن، دونك هو عبارة عن دي في على دي تي. صح. دوك انا واش راني نحوس؟ قلنا نروح نشوف كاع العفايس وين كاينه لا فيتاس ديالي. هنايا كاينه لا فيتاس، وهنا كاينه. وين كاينه لا فيتاس نديرهم وحدهم، وين ما كاش لا فيتاس نحطهم في الكوتي الاخر. دونك عندي ام دي في على دي تي، ام دي في على دي تي. وين راهي السرعه؟ هذا حجم، فرقوا ما بين الحجم وما بين السرعه. هنا سي بور سا درنا في تاع الجسم، حجم الجسم. هذه ناقص كي نديها للجهه الاخرى، ناقص ك في كي نديها للجهه الاخرى تولي زائد ك فوا في. ولازم توجور هنا راني نخدم في السرعات الصغيره، اذا كانت سرعات كبيره تولي ك في اس 2. دونك زائد ك في واش تساوي؟ تساوي لي واش بقى في الجهه الاخرى؟ بقات لي ام جي ناقص رو تاع الهواء فوا في تاع الجسم فوا جي. دوكا هنايا راح نسيي نتخلص من هاد الام. بس علاش؟ حنا واش قلت لك؟ قلت لك مادام معادله تفاضليه سي كو دي في على دي تي، معناتها هذه هي الام لازم تقعد مضروبه. باش نحيها لازم نقسم كامل المعادله ديالي على ام. كي نقسم المعادله كامل على ام هذه هي تروح. واش يبقى لي هنايا؟ ام تروح باسكو راح نقسم، دونك دي في على دي تي زائد ك في ثاني نقسمها ك على ام فوا في. واش يساوي؟ ام جي كي نقسمها على ام راح تبقى لك جي ناقص رو تاع الهواء فوا في تاع الجسم فوا جي نقسمها على الام. صح. هنايا ام هذه واش؟ تاع الجسم. لازم تعرف بلي الكتله الحجميه تاع الجسم، الكتله الحجميه تاع الجسم واش تساوي؟ كي نقول لك كتله حجميه، كتله حجم، كتله على الحجم تساوي الكتله تاع الجسم على الحجم تاع الجسم. هنا انا واش عندي؟ عندي الحجم تاع الجسم على الكتله، معناتها هي المقلوب. كي هنايا كي نقول لك مقلوب تاع هذه سيكو راح نقلبهم، معناتها واش راح تولي لي؟ واحد على غو تاع الجسم واش تساوي؟ تساوي الجسم، تساوي الحجم تاع الجسم عفوا في تاع الجسم على الام تاع الجسم، واللي هي هذه في تاع الجسم على ام تاع الجسم، معناتها هذه نقدر نعوضها بواحد على رو تاع الجسم. كيفاش تولي؟ هنايا اوليو نكتب في تاع الجسم على ام تاع الجسم نكتبها هي واحد على رو، معناتها هنايا راه تولي مقسمه على رو تاع الجسم.
دوك هنايا نعاود عندي فواجي وهذه فواجي، معناتها نقدر نخرج جي كعامل مشترك. واش تولي لي دي في على دي تي زائد ك على ام فوالا فيتاس، واش يساوي؟ يساوي لك هذه يا جي قلنا نخرجوها كعامل مشترك، جي فوا واحد ناقص رو تاع الهواء على رو تاع الجسم. وهذه المعادلة التفاضلية في حالة عدم إهمال دافعات أرخميدس. إذا كانت عندك، قلنا عندنا حالتين، عندي في حالة السرعات الصغيرة ك فوا في، في حالة السرعات الكبيرة ك فوا في مربع، معناتها لا سول ديفيرونس ما بين المعادلة التفاضلية الأولى والدوزيام، وتقدروا تشوفوا هنايا هي كول في، هذه راح تولي مربع، هاي لك دي في على دي تي، دي في على دي تي، ك على ام، ك على ام، هنا أوليو عندك في، هنا أوليو عندك في، عندك في مربع، زي ناقص تبقى نفسها. دونك هنايا للمعادلة التفاضلية في حالة السرعات الكبيرة ولا السرعات الصغيرة نفس الشيء، هذا وين؟ في حالة عدم إهمال دافعات أرخميدس. موراها واش راح يقول لك؟ راح يقول لك خرج لي في ليميت، ولا راح يقول لك خرج لي التسارع الابتدائي. كيفاش راح تدير؟ كيفاش راح نخرج في ليميت وكيفاش راح نخرج التسارع الابتدائي؟ كنقول لك خرج لي في ليميت، لا فيتاس ليميت وقتاش تكون؟ تكون في النظام الدائم، باسكو ما نلحقش للنظام الدائم حتى نلحق الفيتاس ليميت. دونك هنايا كي تروح تحل لفات لي عندك هذه المعادله التفاضليه الاولى ديالك، هاي ليك دونك راح نخدم في النظام الدائم، مادام راني نحوس على في ليميت سيكي راني نخدم في النظام الدائم. دي في هادي واش من في؟ في ليميت، وهاد الفي واش من في؟ في ليميت. دونك نتايا واش راح يولي عندك الحل في ليميت واش تساوي؟ كي نقول لك دي تاع في ليميت المشتق تاع عدد ثابت واش يساوي؟ يساوي الصفر، معناتها هاديه راح تروح بالزيرو. واش يبقى لي؟ تبقى لي في ليميت ك، هما ما يشوفوا هنا، تبقى لك ك فوا في ليميت على ام، واش يساوي؟ يساوي لك جي فوا واحد ناقص واش؟ ناقص رو تاع الهواء على رو تاع الجسم. هنا واش درت؟ ما درت والو، راني نحوس برك على في ليميت. في ليميت وقتاش تكون؟ في النظام الدائم، لا فيتاس ديالي ليميت، معناتها وين عندي في نعوضها بفي ليميت. دي تاع في ليميت مادام عدد ثابت تساوي صفر، عندي ك على ام فوا في ليميت. صح. دوك انا واش عندي؟ عندي هادي، الهاديه راحت بالزيرو، بقات لي هادي، راح نخرج منها في ليميت. في ليميت واش يساوي؟ راهي مضروبه فوا كا مقسمه على ام، نديهم للطرف الاخر، هذه كانت مقسمه دونك واش تبقى؟ تولي جي مادام كانت مقسمه تولي مضروبه في ام، هنايا كانت مضروبه في الكا نجي من الجهه الاخرى تولي مقسمه على الكا. فوا واحد ناقص رو هواء على رو تاع الجسم. دونك هذه هي في ليميت. اسك صعيبه؟ ماشي صعيبه، سهله. واذا كانت عندك في حالة السرعات الكبيرة واش عندي؟ في مربع، معناتها هنا اوليو راح تكون لك في راح تولي لك في مربع. ما باش تخرج الفي واش دير؟ دير الجدر في الجهة الأخرى. دونك فوالا، هذه هي عبارة السرعة الحدية. واش يقدر يقول لك ثاني؟ يقدر يقول لك خرج لي الأزيغو. الأزيغو وين خرجوها؟ خرجوها من الحالة الابتدائية. وعلاش الحالة الابتدائية؟ باسكو يقول لك أزيغو، هو راه يقول لك أزيغو، معناتها التسارع الابتدائي. التسارع الابتدائي هو واش؟ هو دي في على دي تي في اللحظة تي زيغو، معناتها تروح للحظة تي زيغو ودير الماماس، معناتها هنا دي في على دي تي هي الأزيغو ديراكتومون مباشرة هي الأزيغو. كيفاش تولي لي المعادلة؟ هنايا هذه كامل نعوضها بأزيغو. الفيتاس ديالي باش نعوضها في زيرو. في زيرو واش تساوي؟ تساوي لك زيرو. علاش؟ باسكو قلنا الجسم باش يكون سقوط شاقولي لازم ينطلق بدون سرعه ابتدائيه. السرعه الابتدائيه في زيرو شحال تساوي؟ تساوي صفر. مادام هذه تساوي صفر، معناتها هذا هذه القيمه كامل راح تساوي لك الصفر. هذه السرعه الحديه وهذه التسارع الابتدائي. التسارع الابتدائي معناتها في يساوي صفر، هنا أ زيرو. كي نعوض بوش قلنا؟ عندك أ زيرو زائد هذه قيمة تساوي صفر، أ زيرو شو يساوي؟ جي فوا واحد ناقص رو تاع الهواء على رو تاع الجسم. ورو تاع الجسم واش تساوي؟ تساوي الكتلة الحجمية اللي هي أم على في. دونك هذا بالنسبة خرجنا المعادلة التفاضلية، خرجنا عبارة السرعة الحدية، وخرجنا عبارة التسارع الابتدائي. منين؟ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. شفنا الحالة الأولى اللي هي حالة إهمال دافعات أرخميدس في السرعات الصغيرة ولا السرعات الكبيرة، سي لا ميم شوز، برك واحدة فيهم تخرج لك في مربع، واحدة تخرج لك في التسارع راح يخرج للأمام. دوك نروحو نشوفو الحالة الدوزيام، وقتاش؟ في حالة إهمال دافعات
دافعات ارخميدس. كنا شفنا من قبل كيفاش وقتاش نهملوا دافعات ارخميدس. دونك نشوفوا في حاله اهمال دافعات ارخميدس معادله التفاضليه ديالي كيفاش تكون. دوكا راح نشوفوا الحاله الدوزيام، الحاله وين نهملوا دافعات ارخميدس نعتبروها مهمله. كيف راح نطبقوا قانون الثاني لنيوتن؟ راح نجبدوا المعادله التفاضليه وراح نصيبوا عباره السرعه الحديه وعباره التسارع الابتدائي. عندنا حالتين كيف كما في الاولى، عندك اهمال دافعات ارخميدس كي تكون السرعه صغيره الاف ديالك يساوي ك فوا في، كي تكون سرعه كبيره الاف يساوي ك فوا في مربع. دونك العفسه الاولى واش نقولوا؟ قلنا توجور نشوفوا الجمله المدروسه ديالنا سي كوا، سي الجسم. موراها نقولوا باللي المرجع هو السطحي الارضي الذي نعتبره عطاليا ولا نعتبره غاليليا. موراها نقولوا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. تطبيق القانون الثاني لنيوتن معناتها مجموع القوى الخارجيه لا سوم دي فورس اكستيريور يساوي لك ام ا. دونك هنايا القوى اللي عندنا وشنوها؟ عندنا قوة الاحتكاك وقوة الثقل برك. وعلاش؟ باسكو دافعات ارخميدس اعتبرناها مهملة. دونك واش عندي؟ عندي بي وعندي اف اللي هي قوة الاحتكاك. البي ديالي في نفس جهة الحركة والاف عكس جهة الحركة، معناتها هنا بي وهنا ناقص اف. هنا واش نقولوا؟ نقولوا بالاسقاط على المحور او زد او زد ولا او ايغريك على حسب المحور اللي راك تخدم به. دونك عندي بي نفس جهة الحركة معناتها تقعد موجبة، الاف عكس جهة الحركة تكون سالبة. واش تساوي؟ تساوي لك ام فوا ا. دونك عندي بي ناقص اف يساوي ام فوا ا. بي العبارة ديالها كنا شفناها من قبل، هي واش؟ هي ام فوا جي. الاف العبارة ديالها هي ك فوا في، سوا في سوا في مربع على حسب اسك سرعة صغيرة ولا سرعة كبيرة. حنا ناخدوها سرعة صغيرة بعدها نشوفو كي تكون كبيرة كيفاش. يساوي واش؟ ام فوا ا. هو التسارع، التسارع واش يساوي؟ مشتق السرعة. دونك دي في على دي تي. دونك هنايا واش ناخد؟ دي في على دي تي. صح. واش قلنا؟ قلنا توجور نجيبو لافايس لي فيهم السرعة في جهة وحدة. عندي ام دي في على دي تي ندي لها ك فوا في باسكو فيها سرعه. دونك كي تروح للجهه الاخرى تولي موجبه، تولي لك ك فوا في. واش يساوي؟ يساوي لك ام فوا جي. نسيو نتخلصوا من الام. كي نتخلص من الام واش ندير؟ نقسم كامل المعادله ديالي على الام. دونك هنايا واش يولي عندي؟ دي في على دي تي زائد ك في على ام يساوي ام جي على ام. ام جي على ام هنا كنقسمها على ام، راح يروح الام مع الام. دونك واش يبقى لي؟ يبقى لي جي. صح. هنايا هذه هي المعادله التفاضليه ديالي. فريمون سهله بارابور الاولى باسكو هنا ما عندك زوج قوى برك. دونك واش يديموندي لك موراها؟ يقول لك اوجد عباره السرعه الحديه واوجد عباره التسارع الابتدائي. هنا اذا كانت عندك سرعه كبيره راح تكون هنايا مربع، هذا ما كان لا سيل ديفيرونس. كنجيو تشوفوا لهنا واش عندي؟ دي في على دي تي زائد ك على ام فوا في يساوي جي. هنايا اوليو عندك في تكون عندك في مربع. صح. واش عندي دوكا؟ راح نشوف عباره السرعه الحديه. عباره السرعه الحدية، السرعة الحدية في ليميت وقتاش تبان لي؟ تبان لي في النظام الدائم. معناتها هنايا اوليو وين عندي توجور وين عندي في، راح ناخد في ليميت. هنايا في ليميت. صح. دي تاع في ليميت، دي تاع عدد مشتق، في ليميت هي قيمة ثابتة، أكبر قيمة توصل لها السرعة. دونك هي قيمة ثابتة، المشتق تاع عدد ثابت واش يساوي؟ يساوي الصفر. معناتها هادية راح تروح لك بالزيرو، هادي كامل راح تروح بالزيرو. واش راح يقعد لك؟ راح تقعد لك ك على ام فوا في ليميت يساوي جي. دونك في ليميت واش تساوي؟ تساوي الام تطلع للفوق هي ام فوا جي على واش؟ على الكو. هذا ما كان، هذه هي العباره تاع السرعه الحديه ديالي. واش يقدر يدوموندي لك ثاني؟ التسارع الابتدائي ا زيرو. ا زيرو وقتاش يكون؟ تكون في السرعة الابتدائية في زيرو. دونك هنايا دي في على دي تي راح ناخدوها كا زيرو. معناتها هنايا لو كان زعما عندك عندك السرعة ديالك عبارة السرعة تحب تخرج ا زيرو، واش دير؟ ترسم المماس عند اللحظة زيرو وتخرج دي في زيرو. دونك عندك دي في زيرو على دي تي، هنايا راح تكون لك ا زيرو. هادي كامل نعوضوها ب ا زيرو باسكو هي دي في على دي تي عند اي لحظة تي، يتسمى في ا زيرو هي دي في عند اللحظة صفر. موراها زائد ك على ام
بوان في. واش من في ناخذ هنا؟ راح ناخذ في زيرو. واش يساوي؟ يساوي لي جي. بصح حنايا على بالنا باللي ك على ام هذا قيمه ثابته والفي زيرو تساوي زيرو، دونك هنايا واش راح يبقى لي؟ ا زيرو يساوي لك جي. دونك هنايا سواء كانت سرعه كبيره ولا سرعه صغيره ال ا زيرو راح يساوي لك جي. وهنايا نعاودو نولو المقبل كي قلنا نهمل دافعه ارخميدس وقتاش كي تكون لي ال ا زيرو يساوي جي، معناتها التسارع الابتدائي ديالك واش راح يكون؟ راح يكون عباره عن الجاذبيه الارضيه. وعلاش؟ ما عندكش دافعه ارخميدس ما عندكش قوى الاحتكاك باسكو السرعه الابتدائيه تساوي صفر، دونك ال ا زيرو ديالك راح يساوي جي. وهنايا كي تستنتج هذا قالها لك في بدايه التمرين بلي ا زيرو يساوي جي، اوتوماتيكمون وحدك راح تعرف بلي دافعه ارخميدس اهملناها. دونك فوالا هنا في حاله عدم اهمال دافعه ارخميدس خرجنا المعادله التفاضليه ديالنا، خرجنا السرعه الحديه. هنا برك اذا كانت عندك هنايا مربع سيكو هادي راح تكون مربع، معناتها هنايا راح تدخل الجذر. اذا كنت في السرعات الكبيره اشفى بلي في السرعات الكبيره توجور كاين الجذر وفي السرعات الصغيره ما كاينش الجذر. واش طوحوا ديروا نتوما؟ دوك انا كتبت لكم هنايا المعادله في كل حاله كيفاش تخرج. حنا درنا حاله واحده، درنا هادي برك قلنا بلي تكون في مربع. نتوما واش طوحوا ديروا؟ روحوا خرجوا في حاله السرعات الصغيره، في حاله السرعات الكبيره، خرجوا المعادله التفاضليه، خرجوا عباره السرعه الحديه، وخرجوا النظام الابتدائي. سي فغي هي لا ميم، مي راح تدرب روحك شاك فوا راح تحل هذه راح تلقى روحك تعاود نفس العفسه هنايا، نفس الشيء راح تعاودو هنا. بصح شنو راح تدرب موراها في الباك؟ راح تحلها ديريكتومون فاسيلمون، شغل راك حافظ لي زيتاب اللي راح تسويفيهم. زيدو موراها ديرو في حاله اهمال دافعه ارخميدس السرعه الصغيره سرعة الكبيره، الحل راح تلقاوه هنايا. كومباري مع واش يخرج لكم هنا، سيو ديروها وحدكم. دوكا نروحو للسقوط الحر للاجسام. عندي سقوط الحر للأجسام، قلنا بلي السقوط الشاقولي ينقسم إلى قسمين، سقوط حقيقي وسقوط حر. السقوط الحقيقي سيبون شفنا كاع واش كاين فيه، دوكا واش راح نشوفو؟ راح نشوفو السقوط الحر. واش معناتها سقوط حر؟ تلقاها في التمارين يا إما يقولك سقوط حر ولا سقوط في الفراغ، سي لا ميم شوز. واش معناتها؟ يكون السقوط حرا إذا كان الجسم خاضعا لثقله فقط. شفنا في السقوط الحقيقي كاين قوة الثقل، دافعة أرخميدس وقوى الاحتكاك. هنايا في السقوط الحر راح نهملو دافعة أرخميدس أوتوماتيكمون وراح نهملو قوى الاحتكاك تاني. دونك واش يبقى لي القوة الوحيدة اللي تأثر على الجسم؟ هي قوة ثقله. معناتها تهمل قوى الاحتكاك وتهمل دافعة أرخميدس. المرجع المناسب لدراسة الحركة كيما مقبل هو المرجع السطحي الأرضي الذي نعتبره غاليليا المعلم. كيف كيف مادام راهي تهبط للتحت معناتها الحركة راهي تتم على المحور أو إيكغاك فقط. اش عندك؟ عندك القوى المؤثرة على الجسم أثناء السقوط، قلنا باللي هي قوة الثقل برك. الثقل نفس التعريف اللي شفناه مقبل، هو قوة جذب الأرض للجسم، الشدة ديالو ثابتة وموجه توجور نحو الأسفل. معناتها كي تروح دير التمثيل راح تمثل البي برك، البي توجور متجه نحو الأسفل، المبدأ ديالو هو مركز الجسم و جهته نحو الأسفل، الطويلة ديالو هي ام فواجي، دونك الشدة ديالو هي ام فواجي. موراها واش عندنا؟ الدراسة النظرية كيف كيف راح نشوفو البيان ديالي كيفاش يجي. مقبل لا فيتاس ديالنا كيفاش كانت؟ كانت تطلع وبدات تثبت عند قيمة واحدة. هنايا لا فيتاس ديالك راح تكون قيمة، راح تكون عبارة عن خط مستقيم يمر من المبدأ، هذا هو البيان تاع السرعة ديالك. في ام على اس بدلالة الزمن تي. دونك عندك البيان هو عبارة عن خط مستقيم يمر من المبدأ. احنا في الدوال في المات واش عندكم؟ عندكم دالة خطية وعندكم دالة تآلفية. الدالة الخطية هي خط مستقيم يمر من المبدأ، معادلته من الشكل إيكغيك إيكالا أإكس، والتآلفية إيكغيك إيكالا أإكس بلوس بي باسكو ما يمرش من المبدأ. دونك هنايا يمر من المبدأ، المعادلة ديالو موافي نقولو إيكغيك إيكالا أإكس. إيكغيك هو واش عندك هنا؟ حنا ما عندناش إيكغيك، عندنا في. دونك في المعادلة ديالنا هي في، واش تساوي؟ تساوي أ. هنا كنقولك أ مانيش نهضر على مانيش نهضر على التسارع، راني نقول برك الميل. تقدرو تسموه بي، تقدرو تسموه بيتا، تقدرو تسموه ألفا، ليسونسيال هذا سي الميل فواتي. دوكا راح نشوفو حيت ميل المنحنى واش يمثل لي. باش نعرفو واش يمثل ميل المنحنى نروحو نطبقو القانون الثاني لنيوتن. شتو كيما كنا نخدمو في السقوط الحقيقي، نخدمو نطبقو القانون الثاني لنيوتن. باش نطبق القانون الثاني لنيوتن لازم نقول الجملة المدروسة، ومن بعد المرجع ديالي هو السطح الأرضي، ومن بعد باش نقول بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. تطبيق القانون الثاني لنيوتن مجموع القوى الخارجية واش يساوي؟ يساوي لك ام فوا أ. القوى الخارجية هنايا شكون ها القوى الخارجية؟ عندنا غير قوة الثقل. دونك بي واش يساوي؟ ام فوا جي. بي موجب باسكو راهو في نفس جهة الحركة، البي هي ام فوا
فوا أ زيرو وش يساوي أم فوا أ عفوا يساوي لك أم جي. هاد الأم هي لا ميم أم هادي تقدر تروح مع هادي وش يولي لك التسارع ديالك راح يساوي لك الجي. دونك التسارع ديالك هنايا هو قيمة ثابتة توجور ثابت شحال يساوي يساوي 9.8 ولا 10 على حسب واش يمد لك في معطيات التمرين. دونك هنايا تطبيق القانون الثاني لنيوتن الجملة المدروسة ديالنا هي الجسم المرجع السطحي الأرضي. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن عندي ثقل ديالي بي يساوي ام فوا ا ام جي يساوي ام ا دونك ال ا تساوي جي تساوي ام كونستانت. هذا الميل تاع المنحنى ديالي هو عبارة عن ا هو قيمة ثابتة عندك دي في على دي تي لوجيك عندك هنايا لا فيتاس وهنايا عندك الزمن. دي في على دي تي هو ميل هذا المنحنى ميل هذا المنحنى واش يساوي يساوي لك ا وهو توجو قيمة ثابتة معناتها كي تروح تقول له يقول لك السرعة ديالك في هذه الحالة هي عبارة عن واش قلنا باش نعرفوا طبيعة الحركة بلوتو كي يقول لك الحركة ديالك حدد طبيعة الحركة. الحركة واش العفسة الأولى شوفوا المسار المسار ديالي مستقيم باسكو سقوط حر يهبط نحو الأسفل في مسار شاقولي مستقيم. الحركة ديالك كيفاش راح تكون حركة مستقيمة عندك مسار مستقيم حركة مستقيمة. السرعة ديالك متزايدة باسكو كاني نهبط للأرض قد ما نهبط للأرض راح تزيد السرعة. لو كان تشوفوا في البيان هنا السرعة كيفاش راهي متزايدة بقالي التسارع عندي حركة مستقيمة باسكو المسار مستقيم السرعة متزايدة كي تكون السرعة متزايدة مستقيمة متسارعة واش بقالي اسك راهي متسارعة بانتظام ولا كيما في حالة السقوط الشاقولي ماشي بانتظام. باش نشوف اسك الحركة ديالي مستقيمة متسارعة بانتظام ولا لا لازم نروح نشوف التسارع. هنا التسارع ديالي هو ميل هذا المنحنى وهذا المنحنى راهو يزيد دونك الميل ديالو راح يكون موجب مادام قيمة موجبة واسك قيمة ثابتة ولا متغيرة عندك قيمة ثابتة. وعلاش باسكو هنايا لو كان تقيس الميل هذا عند زعما هاد اللحظه ولا هادي توجو راح ياخذ نفس القيمه. دونك مادام ياخذ نفس القيمه كنا شفنا بلي ا زيرو ال ا ديالي توجو هو جي هو عباره عن جي دونك هو عباره عن قيمه ثابته معناتها التسارع ديالي هو عباره عن قيمه ثابته وهاد القيمه موجبه معناتها حركه مستقيمه متسارعه بانتظام. هذا بالنسبه لطبيعه الحركه. دوكا مول ما طبقنا القانون الثاني لنيوتن راح نشوفوا المعادلات الزمنية اللي نقدروا نخرجوها. باش تشوفوا باش تخرجوا المعادلات الزمنية لازم تكونوا شايفين على الدرس تاع الحركة المستقيمة. الحركة المستقيمة واش عندنا عندك حركة مستقيمة منتظمة عندك حركة مستقيمة متغيرة بانتظام. في الحركة المستقيمة واش لازم تعرف عندك لازم يكون عندك مسار مستقيم ومن بعد واش عندك عندك تسارع وعندك عندك سرعة وعندك تسارع عندك الموضع عندنا العفسه الاولى باش نحددوا طبيعه الحركه عندنا الموضع اللي هو الاكس ولا في هذه الحاله فيكو رانا نخدموا على او زد الموضع ديالك راح يكون زد. واش عندك ثاني عندك السرعه السرعه هي واش هي مشتقه الموضع معناتها هي دي زد على دي تي ولا دي اكس على دي تي اذا كنت تخدم على او اكس ولا دي ايغريك على دي تي اذا كنت تخدم على او ايغريك. بعد واش عندنا عندنا التسارع التسارع هو مشتق السرعه هو دي في على دي تي. دونك باش نلقى الموضع لازم نشتق باش نلقى السرعه لازم نشتق الموضع باش نلقى التسارع لازم نشتق السرعه. دونك في الحركه المستقيمه عندك حركه مستقيمه منتظمه وعندك حركه مستقيمه متغيره بانتظام. في الحاله تاع واش رانا نقراو رانا نقراو حركه مستقيمه متسارعه بانتظام. دونك لازم تعرف بلي الموضع ديالك العباره ديالو راح تكون من الشكل زاد دو تي. هذه عبارة زمنية لازم تكونوا حافظينها لازم تحفظوها. عندك زد دو تي وش يساوي يساوي واحد على اتنين أ فوا تي مربع زائد في فوا تي زائد في زيرو فوا تي زائد إكس زيرو ولا زد زيرو ديالك. هذه المعادلة الزمنية للموضع ما راحش نقول لكم حفظوا بزاف فايس راح نقول لكم حفظوا هذه برك معادلة زمنية للموضع تقدروا تلقاوها بالتكامل يتوب بصح ما تحقوهاش. دونك احفظوا هذه برك زد دو تي واش يساوي هي 1 على 2 ا فوا تي مربع زائد في زيرو فوا تي زائد زائد زد زيرو. هذه اذا كانت لك حركه مستقيمه منتظمه التسارع ديالك يكون يساوي الصفر معناتها المعادله الزمنيه تاع الموضع مادام هذا يساوي الصفر راح تولي لك هي في زيرو بلس
زاد في زيرو فوا تي زائد زاد زيرو ولا زائد اكس زيرو اذا كنت تخدم على المحور او اكس. اذا كانت عندك متغيره بانتظام معناتها التسارع ما يساويش الصفر، يساوي قيمه موجبه ولا قيمه سالبه، على حسب اذا كانت متسارعه التسارع ديالك هو قيمه موجبه، اذا كانت متباطئه التسارع ديالك راح يكون قيمه سالبه. دونك هنايا ما راحش تنيجليجي هذه ما راحش تروح بالزيرو، وهذا لو كا ديالنا حنا فاش رانا نخدموا في متسارعه بانتظام. دونك المعادله الزمنيه للموضع هي هذه، راح تلقاوها هنايا معادله زمنيه للموضع. صح، هنايا المعادله الزمنيه للموضع هي 1 على 2. وعلاش كتبت لكم هنا جي زيرو جي عفوا؟ باسكو على بالي بلي التسارع ديالي في الحركه المستقيمه المنتظمه هذا وين شفناه بلي ا واش يساوي؟ يساوي جي، ويساوي قيمه ثابته، معناتها هذه نقدر نعوضها بالجي. عندك زاد دو تي واش راح تولي لك؟ هي 1 على 2 اوليو نكتب ا راح نكتب جي فوا تي مربع زائد بي زيرو فوا تي زائد زاد زيرو. هنايا زاد زيرو سيكو الموضع ديالك هنا راح تبدا من او زاد، مادام راني نبدا من هاد النقطة معنتها الموضع الابتدائي هو زيرو، راح نبدا من زيرو معنتها هادية تروح لي بزيرو. لا فيتاس انيسيال في زيرو شحال تساوي؟ قلنا بلي باش يكون السقوط ديالك سقوط شاقولي ولا سقوط حر لازم السرعة الابتدائية تكون تساوي صفر، لازم ينطلق بدون سرعة ابتدائية، معنتها في زيرو يساوي زيرو، معنتها هادية تاني تروح بزيرو. واش يبقى لي؟ زد دو تي واش يساوي؟ 1 على 2 فوا جي فوا تي مربع. هذه هي المعادلة الزمنية للموضع ديالي. هاي لك المعادلة الزمنية للموضع زد دو تي هي 1 على 2 جي اللي هي الجاذبية فوا تي مربع. دوكا عندك المعادلة الزمنية للسرعة، قلنا باش نلقاو السرعة واش نديرو؟ لازم نشتقو الموضع، تروح تشتق هذه معناتها نمسح هذه، معناتها هنايا باش نلقى المعادلة الزمنية للسرعة في عند اي لحظة تي واش تساوي؟ تساوي دي زد دو تي على دي تي. هاي ليك قلنا باش نلقاو السرعه لازم نشتقوا الموضع، معناتها انا قلت لك احفظ هذه ما راحش نقول لك احفظ الاخرين، وحدك تقدر تخرجهم. واش عندك؟ دي زد دو تي على دي زد على دي تي واش يساوي؟ يساوي المشتق تاع هذا. باش نشتق هذه الداله كيفاش ندير؟ الزوج هذه تحبط، دونك راح تولي لي هي 2 تحبط للتحت تولي 2 على 2 جي فوا تي. يا اخي باش تشتق تحبط العدد اللي راهو لهنا لهنا وهنا تنقص واحد، دونك تولي تي اس واحد، هاد زوج على زوج تروح. واش يبقى لي؟ بي دو تي واش تساوي؟ بي دو تي يساوي جي فوا تي. هذه المعادلة الزمنية للسرعة. واش بقى لي؟ بقى لي التسارع. المعادلة الزمنية للتسارع ديالك كيفاش تخرج؟ هو مشتق السرعة، قلنا باش نجيب التسارع لازم نشتق السرعة، دونك التسارع ديالي ا دو تي واش يساوي؟ يساوي مشتق السرعة مش دي في دو تي على دي تي. كي نجي نشتق هادي هادي تروح يساوي لي جي، دونك هنايا كي تروح تشتق جي دو تي راح تعطيك جي وحدها، معناتها عند اي لحظة تي راح يساوي لي جي، دونك الا ديالي توجور راهو ثابت. هذا ما كان تسمى نتايا ما تروحش تحفظ كامل المعادلات الزمنية، اون فوا تحفظ وحدة برك، ميم في الحركة إذا كانت عندك حركة مستقيمة منتظمة، هنايا المعادلة الزمنية كي تكون تعرف هادي على بالك بلي التسارع في الحركة المستقيمة المنتظمة التسارع يكون يساوي الصفر، معناتها هادي راح تروح تبقى لك غير في تي بلس الموضع الابتدائي. دونك موراها باش تخرج المعادلة الزمنية تاع السرعة راح تشتق الموضع، باش تخرج التسارع راح تشتق السرعة. اللي ما يقدرش يحب يحفظهم ما تحفظوش. دونك راني حطيتهم لكم هنايا، هادي معادلة زمنية للموضع، هادي هي معادلة زمنية للسرعة في دو تي يساوي جي فوا تي، ومعادلة زمنية للتسارع ا زيرو يساوي لي توجور جي، هو قيمة ثابتة. دونك محذوفية الزمن هادي تسحقوها بزاف باش تخرجوا الاش. كاينة حاجة ثانية ما هدرتش على الاش، كي ترسمو هنايا كي يعطيك البيان ديالك في اون فونكسيون دو تي هو هذا البيان، باش تخرج الاش تقدر تحسب المساحة تاع هادي، المساحة هادي راح تساوي لك الاش، تقدر تحسبها ديريكتومون كيما تقدر تحسبها بطريقة واحدة أخرى اللي هي محذوفية الزمن. محذوفية الزمن ماشي بروغرامي عليكم تعرفوا كيفاش خرجت ولا حفظوا القانون ديالها برك. دونك محذوفية الزمن واش يقول لك؟ في مربع تاع الوصول، واش معناتها في مربع تاع الوصول؟ لا فيتاس اللي لحقت هي لا فيتاس ليميت ديالك، معناتها هنايا كي نقول لك في وصول هي في ليميت ناقص في تاع الانطلاق مربع. واش تساوي؟ تساوي 2 فوا جي فوا اش.
جي هي الجاذبيه، الاش هو الارتفاع ديالك اللي تقدر تخرجو باغ اكزومبل منا من داك، اذا زعما من داك البيان تقدر تخرج الاش منه، هو 2 فوا جي فوا اش. دونك عندنا سرعه الوصول هي في ليميت، في ليميت اس 2 في تاع الانطلاق. اسك عندنا سرعه ابتدائيه؟ ما كاينش سرعه ابتدائيه، السرعه الابتدائيه تساوي صفر. دونك في ليميت هي في تاع الانطلاق هي زيرو، دونك هذه واش تساوي 2 فوا جي اش. دونك في ليميت تقدر تخرجها من علاقه محذوفيه الزمن هي جذر 2 فوا جي فوا اش. يقدر يمد لك في ليميت ويقول لك خرج الاش، دونك تقدر تخرجها من نوم، كما يقدر يمد لك يقول لك خرج لي في تاع الوصول ديالك اللي هي لا فيتاس ليميت. ومنه واش نستنتج؟ الاجسام تسقط بكيفيه واحده، تسارع لا يتعلق بكتله. هنايا كي شفنا التسارع من قبل لقينا بلي ام عفوا لقينا بلي ا يساوي جي. اسك يتعلق بكتله الجسم؟ ما يتعلقش بكتله الجسم. وهنايا واش حب يقول؟ ما يتعلقش بكتله الجسم. لو كان انا نجي هنايا نتيري هاد ستيلو من الارض ونتيري باغ اكزومبل قرعه تاع الماء، لا عطاني قرعه تاع الماء، نعطيك مثال. لو كان نجي زعما نتيري هاد القرعه تاع الماء وتكون معمره ثقيله وهاد ستيلو نتيريهم في زوج ديال الارض، شكون في رايكم اللي راح يوصل الاول؟ راح يوصل هاد القرعه. وعلاش؟ باسكو الكتله ديالها اكثر، هادي اللي راح توصل. تيري زعما ريشه وتيري ستيلو، شكون يوصل للارض قبل؟ الريشه تبقى ساعه وهي الدور هاك هاي هابطه رايحه من رايحه من، بصح ستيلو يحبط ديريكتومون. الحاله هذه في حاله السقوط الحقيقي، في حاله السقوط الحر ما تتعلقش بالكتله. وعلاش الريشه تقعد غير الدور؟ باسكو عندها باسكو الكتله ديالها صغيره بزاف، دونك الهواء يلعب بها كيما يحب. باغ كونطخ ستيلو ولا القرعه تاع الماء الكتله ديالو كبيره، دونك راح يقاوم الهواء، الاحتكاك راح يكون صح كاين بصح قليل. باغ كونطخ لو كان نقولوا بلي سقوط في الفراغ ولا السقوط الحر راح تحبط، اش كاين هو اللي راح يلعب لك بالريشه ولا كاين؟ ما كاش. دونك سوا تيري صندوق ريشه تيري ستيلو، واش تيري راح يلحقوا في نفس الوقت. وعلاش؟ باسكو عندهم نفس السرعه، باسكو التسارع ديالهم ما يتعلق لكش بالكتله تاع الجسم ولكن يتعلق عنده هو ديريكتومون جي ديريكت، معناتها راح ياخذوا نفس الوقت باش يوصلوا. هذا هو الفرق ما بين السقوط الحقيقي والسقوط الحر. معناتها كان نقول لك انايا دراسه تجربه تاع سقوط حقيقي، تيري ستيلو وتيري ريشه، شكون راح يوصل الاول؟ راح توصل يوصل ستيلو قبل الريشه، تقعد 7 سنين باش تلحق. مي في حاله السقوط الحر لو كان تيري ستيلو وريشه راح يلحقوا في نفس الوقت، لو كان تيري بالون وريشه راح يلحقوا في نفس الوقت. وعلاش؟ باسكو التسارع ديالك ما يتعلقلكش بكتله الجسم. شتو كي كنا نديرو تطبيق القانون الثاني لنيوتن، كانت هنا عندي ام ا وهنا ام جي، دونك اختزلت الام مع الام بقات لي ا فوا جي، وما تتعلقش كامل بالكتله تاع الجسم. مهما كان يوزن 100 كيلو يوزن 5 كيلو يوزن 1 غرام راح يلحقوا في نفس الوقت، باسكو التسارع ديالي ما يتعلقليش بكتله الجسم. واش عندي ثاني؟ شدته مساوية لجي، لقينا بلي الا يساوي جي، والسرعة متزايدة، شحال فرا يحبط السرعة ديالك راهي تزيد. ومنه ا فوا في، الا ديالي هو قيمة ثابتة، الفي راهي متزايدة توجور كبيرة على الزيرو، معندها الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام. دونك لحقنا لافان تاع لا فيديو تاع اليوم، شفنا السقوط الشاقولي، شفنا فيه السقوط الحر والسقوط الحقيقي، شفنا معادلة التفاضلية كامل. دونك راح نخليكم هاد لو بي دي اف يعاونكم بزاف سيو تبعوا منه. في لافان ديالو راح تلقاو اون سيغي ديكزارسيس، هاد لي زيكزارسيس دي زيكزارسيس تاع لي باك، دونك سيو فيهم. لي ما يقدرش يحل ولا سوا راح يلقى الحل سيغ انترنت، ولا لي يحب يبعث لي في لاباج انستغرام نبعث له الكوريجي. دونك سيو قبل في الدرس، فهموا الدرس، عاودوه، عاودوا المعادله التفاضليه وحدكم، ومن بعد باش تروحوا تحلوا لي زيكزارسيس. اذا كاش عارف ما فهمتوهاش ولا تقدروا تخلوها في لي كومونتير ولا تقدروا تبعثوا لي في لاباج انستغرام. دونك فوالا سيو بروفيتيو في هاد العشر ايام باش تلحقوا في البروغرام. اللي راهو رطار، اللي مازال ما ريفيزا الوحده الاولى، اللي راهو رطار في الوحده الدوزيام، هذه هي لا شونس ديالك تقدر تلحق بالبروغرام، سواء كان في الفيزيك ولا في اي ماده واحده اخرى. في المواد الثانويه ما تهملوش المواد الثانويه، دونك ربي يرفع علينا هاد البلا، ربي شافي جميع واحد مريض. ستي سيف، سي يو نيكست فيديو.